يخص الانتدابات، كنظن بان احنا حددنا مراكز الخصاص. وعندما من تنقولها احنا اقصد الجميع، يعني مدرب، طاقم، اداره تقنيه كامله، يعني مركز الخصاص. ولكن المدرب كتكون عنده الكلمه الاولى والاخيره فيما يخص تحديد الخصاص، انه هو اللي تعرف شنو اللي خاصو، شنو اللي ما خاصوش، وشنو هي المراكز الخصاص اللي عنده، شنو هي كل كامله. فيما يخص مراكز الخصاص اللي تكلم عليها المدرب، وكذلك حتى بعض الامورات اللي كتكون كتجيبها يعني الوقت. اذا حنا كنحاولوا مع الانتدابات، مع التعاقدات، مع هذا، اننا نجيريو هذه الامورات هذه. وبالتالي يعني مثلا ملي نتكلموا على مركز دار ايمن، هذه المراكز الخصاص كتجي مع الوقت. كيمشي ليك لاعب، كيجي لاعب، كتولي خصك تقلب على دار ايمن ولا دار ايسر كذلك. المهم حنا ملي في انتدابات جينا على حساب مراكز الخصاص، انتدبنا اللاعبين اللي خصهم يتندابوا. كنظن بان اخر انتداب كان هو زيلا، هو اخر انتداب، وكاين واحد شبه اتفاق نهائي مع مروان فخر للعوده للفريق، ماشي 100%، ولكن في هاد الايام غادي نقدروا نعرفوا هاد المساله ديال الفخر واش غادي تكون ولا ما غادي تكونش. المهم بصفه 99% فالامور غادا معاه مزيان، ولكن حنا ما تنقولوا 100% حتى كيكون خرج في الموقع الرسمي وكيكون وقع بصفه رسميه. فيما يخص المدير الرياضي والدور ديالو فيما يخص الانتدابات، شكون؟ انا نجاوب. اكسيل مايي واللاعبين اللي تكلف ديالهم. فحنا كما قلت لك حنا اصلا بادين خاسرين ب 40 لاعب، ما خصهاش تكون زيد على 10 اللي غنجيبو ولا اللي جبنا، دونك حنا ديجا خاسرين 50. هاد ال 50 حاولنا على ان عندنا واحد 50% ولا 60%، 50% اللي حاولنا نعالجو معاهم بشكل ودي، والباقي فحنا قسمناهم على حساب الاجتماع الاخير على كل واحد باش يحاول يشتغل فيهم، باش هاد الملفات نمشيو فيهم بطابع ودي. لان الا بغينا نتكلموا مع هاد 40 واحد ونخرجوهم بطابع ودي، خصنا لهم واحد جوج المليار ولا ثلاثه سيبروين. شكون واقعيين؟ لاعب اليوم وقع كيقول لك خلصني باش نريزيدي معاك، كتقول له شحال؟ تيقول خلصي العقد ديالي كامل. خصوصا هو كيعرف بان هو محمي في القانون بالعقد ديالو كامل، وبالتالي حنا كنحاولوا نعالجوا هذا الامر بطريقه على حساب السيوليه الماليه اللي عندنا، على حساب العلاقه اللي كتكون عندنا، على حساب عده اشياء. المهم حنا هادشي حنا ورثناه، وحنا كنخدموا عليه وكنشتغلوا عليه باش تكون الامور في الطريق الصحيح. موضوع اكسيل ماي فهو واخا الطريق ديالو بحالو بحال الملفات الاخرى، ملي غيكون فيه الجديد غادي نعلنوا عليها في الوقت المناسب. المدير الرياضي، المدير الرياضي صحيح احنا عندنا الموديل ديالنا الخاص بنا من نادي الرجاء الرياضي، كاين عندنا المدرب في الانتدابات والطاقم ديالو. يعني ملي تنقولوا المدرب والطاقم ديالو، بمعنى ان المدرب معاه جوج ديال الناس اللي هما دي زادجوان، ومعاه محلل ديال الفيديو جوج الناس، ومعاه البريباراتور فيزيك. هاد الناس راه كتصيفط لهم اللاعب كيقلبوا. دابا اليوم راه كتعرفوا الوسائل العلميه كتعطي غير السميه، كيعطيك هاد اللاعب شحال جرى، شحال مشى، شحال عطى باس، شحال ماركا من بيت، شحال كيمشي، شحال كيجي. هذه كتبقى امور تقنيه، ويمكن تفشل فيها ويمكن ما تفشل، يعني يمكن تكون ناجح فيها. المهم حاولنا ان على الاقل في الامورات في الامور العلميه يكون هذا اللاعب ناجح. هذاك الشيء كان عندنا تاخر في المهاجم وتاخرنا فيه، لان ما بغيناش نفشلو. راه كتلقى لاعب هداف الدوري اكس بلا ما نسميه، ولكن ملي كتحلل كتلقى هذوك الاهداف اللي سجلها سجل خمسه ولا سته منا على فريق ضعيف، ولكن في الاحصائيات كتلقاها طالع. وبالتالي حاولنا ما امكن. هذا ما كيعنيش على اننا الانتدابات اللي درنا راه ناجحه 100%، ولكن حنا حاولنا ما امكن على اننا نكونوا ناجحين في الانتدابات. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.